السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب الصف الرابع، المنهج الجديد معاكم مستر طارق مدرس أول ساينس. هنبدأ مع بعض نشرح المهام الأدائية اللي انتوا هتمتحنوا فيها اللي اسمها performance tasks، وكل واحد فيكم هيجيله مهمة واحدة، هيبقى سهلة جدا، عبارة عن ورقة فيها صور وانت هتجاوب على الأسئلة، فالموضوع سهل وبسيط. نبدأ مع بعض. أول ورقة فيها صورة لاتنين من الفيلة، بيقول لك ايه هو؟ بيقول لك فوق خالص من اول سطر for most of us، بالنسبة لنا كلنا، most elephants معظم الفيلة are similar to each other، الفيلة كلها شبه بعض، ده بالنسبة لنا. so humans عشان كده الانسان can't differentiate between them، الانسان العادي ما بيقدرش يفرق ما بين الفيلة، كلها شبه بعض. This is different for the scientist، لكن بالنسبة للعلماء بيعرفوا يفرقوا. There are two main types of elephants، في نوعين من الفيلة. The African elephant، الفيل الأفريقي، and the Asia elephant، الفيل الآسيوي. If you know that the African elephant، لو عرفت إن الفيل الأفريقي can live in hot temperature environment، لو عرفت ان الفيل الافريقي يقدر يعيش في البيئة السخنة الدافية. But the Asian elephant، الفيل الاسيوي، can live in the mid temperature environment، بيعيش في البيئة اللي درجة حرارتها متوسطة. السؤال بقى، السؤال تحت خالص اهو، السؤال تحت هنا لو تاخد بالك منه حبيبي، بيقول لك which one of this is African elephant، مين في دول الفيل الافريقي، and which one is the Asian elephant، مين في دول الفيل الاسيوي، حط لك تحتيه خط، هو ده السؤال، ركز على الحتة دي تمام، and why، and ايه why. بص ببساطة كده، الفيل الافريقي ده الحر والشمس جامدة جدا، فلازم حاجة تحميه من الحر والشمس، تحمي دماغه، يبقى لازم يكون عنده ايه، big ear، صح، ودان طويلة. مين في دول ودانه طويلة؟ ايوه برافو عليك، يبقى ده الافريكان اللي على ايدك الشمال تمام، يبقى ذا ده اللي تحت ده اللي هشاور لك عليه دوت، هحط لك عليه علامة السهم، هو ده، ده اسمه افريكان، اسمه ايه؟ افريكان. طب بيكوز هاز بيج اير، طب والناحية التانية هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه الاشيان، عشان بيكوز هاز سمول اير، سمول ايه؟ اير. خش على اللي بعده، يلا بينا. بعد كده بيقول لي سؤال، nowadays wild life، الحياة البرية، expert agrees that the elephants are in danger، الحياة البرية بتخلي الفيلة معرضة للخطر، as a result of the destruction of their natural home to be used for harming or to construct building as well as being hunted by hunter to get their tusk for every trade، يعني هم دلوقتي الفيلة معرضة للخطر في البيئة بتاعتها، لأنهم ممكن يستعملوها في عملية النقل، يحطوا على ظهرها أشياء يحملوها من مكان لمكان عشان كده بيصطادوا الفيلة، أو ممكن يموتوها ويستخدموا الأنياب بتاعتها اللي هو العاج، اسمه عاج. every trade، كلمة every trade يعني تجارة الإيه؟ العاج. خد بالك من دي كويس قوي، الكلمة دي حط لك تحتيها خط أهي، every trade يعني تجارة العاج، العاج اللي هو ده نابل فيل. write some suggestions، قول بعض اقتراحات for keeping away the elephants، عشان احافظ على الفيلة، from the effect of human، من تأثير الإنسان، يعني عايز احمي الفيلة دي من الإنسان، ازاي احمي الفيلة؟ بص معايا بقى هنعمل ايه، نخش مع بعض في الصفحة ايه اللي بعديها، هعمل ايه بقى؟ بيقولك اكتب حبة اقتراحات، states law to prevent، احط قوانين، كلمة stating law يعني احط قانون، to prevent ايه؟ عشان امنع ايه؟ ها برافو عليك، عشان امنع الصيد، prevent hunting، هكتبها لك اهو. فنكمل مع بعض، يبقى stating law حط قوانين، to prevent ايه؟ hunting، امنع الصيد. طب stopping from، اوقف، اوقف ايه؟ using every، ever اللي هي معناها الأنياب اللي هي العاج تمام.
تمام، يبقى stopping from using ivory، هو ده إجابة السؤال. ماشي، نكمل مع بعض، نكمل مع بعض. خش بعد كده بيقول لك ايه السؤال ده، بيقول لك المهمة التانية، شايف المنظر ده، where does it live، ده بيعيش فين؟ ايوه الارنب ده بيعيش فين؟ in desert، بس كده. تمام، طب سهل جدا، شوف مع بعض الأسئلة. بيقول لك ايه، expect، توقع، where this animal with big ears live، الانيمال اللي هو مين، الارنب، بيعيش فين؟ in hot desert، بيعيش في البيئة الايه، الصحراوية. نعلم عليها مع بعض، in hot desert. طب ليه، what is your evidence، ايه دليلك على كده، has big ears، بس عنده ودان طويلة. تاني، has big ears، عنده ودان طويلة. اقولها تاني، has big ears. خلاص، سهلة خالص، مش محتاج نكتبها. لك اهو، what's your evidence، ايه دليل بتاعك for that has big ears، بس عنده ودان كبيرة. ليه؟ عشان hear any voice، يسمع اي ايه صوت. نخش على السؤال اللي بعد منه ده، هنا عندي دير الغزالة دي مالها. بيقول لك if you know that when this animal seen، لما الحيوان دي see، هتشوف its enemy، لما الغزالة دي هتشوف العدو، from other animals، العدو بتاعها من الحيوانات التانية، يعني هتشوف مثلا lion، أسد، it stand without any movement، هتقف من غير ما تتحرك، so it's not seen by enemy، يعني هي مش هتعمل حركة عشان محدش ياخد باله منها. This is adaptation، التكيف ده تكيف ايه؟ يعني هي كده عملت سلوك مختلف، ان هي ايه، ثبتت في مكانها عشان ما تعملش حركة فالحيوان التاني يشوفها. يبقى الاسم ده اسمه تكيف ايه؟ برافو عليك، سمعك بتقول behavior، سلوكي. تمام، الصفحة اللي بعد منها This animal has long legs، الحيوان ده عنده رجل طويلة، which enable it to escape from animals، عنده رجل طويلة عشان يجري ويهرب من الحيوانات لما يجي يهرب مرة واحدة. This ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ ده حتة في جسمه، يبقى الإجابة ايه؟ ممتاز، structure، تكيف تركيبي. In this picture you can see a deer، الدير اللي هي الغزالة، which lives in desert، عايشة في الصحراء. It's one of the animals، مالها بقى، which adapted to living in the desert، observe the picture and determine، يعني الغزالة دي عايشة في الصحراء، بعد ما تبص على الصورة عايزك تحل الأسئلة ديت. The kind of adaptation which enable it from running very fast، هو هي بتعرف تجري بسرعة صح؟ عشان عندها تركيب رجلها ماله، قوي وطويل، يبقى حتة في جسمها، يبقى الإجابة إيه؟ structure، صح، ممتاز. يبقى عشان تجري بسرعة ده جزء في جسمها، يبقى structure، تكيف تركيبي. طب this deer is active at night، نشطة جدا بالليل، يعني بتنشط بالليل عشان إيه؟ to get food، تاخد الأكل بتاعها، and avoid enemies، وتتجنب الأعداء. ايوه هي بتعمل سلوك بالليل صح، تنشط بالليل، يبقى الاجابه ايه، behavior، ممتاز. تمام، خش على بعديها. Can the polar bear live in hot habitat، يعني ايه، الدب القطبي يقدر يعيش في الاماكن او الموطن السخن او الدافي؟ طبعا لا، no. You studied that، انت درست، the polar bear adapt، بيتكيف to living in very cold، بيعيش في البيئة الايه، البيئة الساقعة. Why can't the polar bear live in the hot، ليه ما يقدرش يعيش في البيئة السخنة او البيئة الدافية؟ ليه؟ سمعك بتقول عشان عنده فرو سميك، because has heavy fur، عنده فرو سميك. تمام، هذا هيفي فير، ما يقدرش يعيش في المكان السخن، عشان ليه؟ عشان عنده فرو سميك. تمام، طب نكمل مع بعض.
الصفحة اللي بعد كده. What changes should happen to this animal to be able to live in the hot desert؟ يعني لو الدب القطبي اللي هو البولار بير عايز يعيش في الصحراء لازم يكون عنده ايه؟ سمعك بتقول لازم يكون عنده فرو خفيف، light fur، light يعني خفيف، fur يعني ايه؟ فرو، صح؟ تمام، يبقى have ايه؟ light fur عشان يعرف يعيش. يبقى انا اكتب فوق light fur، light fur عشان يبقى عنده، لازم يكون عنده فرو خفيف قوي عشان يقدر يعيش في الصحراء. طب نتكلم بقى على الصورة اللي قدامنا، ده اسمه ايه؟ desert camel اللي هو ايه؟ جمل الصحراوي. The fur color، لون الفرو بتاعته ايه؟ سهلة قوي دي، yellow. The color change to yellow، تمام. The fur color، the color change to yellow، تمام. Think and expect، if the polar bears moves to live in the camel desert، لو ال دب القطبي راح عايش في البيئة بتاعت الجمل، will its life continue، هيقدر يعيش؟ طبعا نو. ماشي، الاجابات قدامك اهي، واخر حاجه هنقول ايه؟ نو، مش هيقدر يعيش. تمام، يلا بينا نكمل مع بعض. if you were a decision maker، خد بالك من السؤال دوت، لو انت صاحب قرار in your city، يعني لو انت مثلا زي المحافظ في المدينة بتاعتك، and you have choose، واخترت to choose one kind of cars، عايز تختار نوع من العربيات، to be the only kind to use in your city، عشان يبقى النوع دوت هو النوع اللي بيعتمد او النوع اللي ماشي في المدينة بتاعتك. انت عندك كذا نوع من العربيات، عندك عربيات ماشية بالطاقة الشمسية اسمها سولار كار، وعندك عربية ماشية بالالكتريكال بالكهرباء، وعندك عربية شغالة بالفول كار اللي هي شغالة بالإيه؟ بالبنزين. طب what kind will you choose according to this cetera؟ أنت هتختار أني واحد فيهم؟ طب هتقول لي إيه؟ number one، بالنسبة للطاقة النظيفة والطاقة الرخيصة cheap source، عايز مصدر بسيط، هتختار إيه؟ سامعك بتقول اه سولار، طبعا سولار كار رخيصة جدا. طب وعايز كلين، يبقى برضو سولار، يبقى الاتنين سولار، الاتنين ايه؟ سولار. اوكي، طب order the car according to the preference of your city which has a lot of sunshine hours، رتب، رتب العربيات او رتب اختياراتك وانت المدينة بتاعتك الشمس فيها بتشرق ساعات طويلة، يعني أنا عايز أستخدم نوع معين من العربيات، عندك السولار وعندك الكتريكال وعندك فول، يعني عندي عربية بالطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية، وعندي عربية شغالة بالإيه؟ بنزين، بالبنزين. أنا عندي مدينتي فيها شمس، للشمس الشمس بتقعد فيها فترة طويلة، فأنا عايز أختار نوع من أنواع العربيات، أختار مين؟ طبعا هختار السولار، يبقى نمبر 1 إيه؟ سولار. نمبر 1 أختار مين؟ سولار. طب نمبر 2 electrical، ونمبر 3 fuel. خلاص كده تمام، write your decision and say why. اوكي، نكمل مع بعض. يبقى هنا انا اخترت، قلت نمبر 1 solar، نمبر 2 electric، نمبر 3 fuel. طب write your decision، انا كتبت اللي انا عايزه. طب ليه؟ قال لك because، بي اي سي دي معناها because، clean and cheap energy، دي طاقة نظيفة ورخيصة، فأنا عشان كده هستعمل السولار انرجي، بتعتمد على إيه؟ على الشمس، وسولار انرجي بطاقة إيه؟ clean and cheap. تمام؟ نكمل مع بعض. آخر حاجة خالص دي هنختم بيها إن شاء الله. تمام؟ هنا عندي إيه؟ from the figure، الرسم اللي قدامك، determine the type of energy، نوع الطاقة across the stage in which the player across the obstacles، يعني كلمة obstacles يعني هو بيعدي المعوقات. ماشي، طبعا هنا واحد رياضي عمال ينط، دي اسمها obstacles يعني معوقات. فبيقول لك ايه؟ عايز يعرف في position 1 و 2 و 3
accrued energy الطاقة المبذولة. انت خدت ان في حاجة اسمها potential energy وحاجة اسمها kinetic energy. ببساطة potential energy هي الطاقة اسمها طاقة الوضع اللي هي ايه، بتاخدها عند الاستعداد. يعني هو هنا في نمبر 1 هو لسه بيستعد بيسخن اهو واقف كده في مكانه، دي اسمها potential. طب نمبر 2 نط، النطة دي kinetic. طب رجع تاني ثبت على الأرض يبقى اسمها ايه؟ potential. تمام؟ فبيقول لك قول لي نوع القوة. نمبر 1 بوزيشن 1 القوة هنا هتبقى ايه؟ potential. طب 2 kinetic عشان فيها حركة بينط نطة جامدة. طب و3 potential عشان راجع تاني. فهمنا؟ يبقى بوزيشن 1 potential وبعدين 2 كاينيتيك حركة و3 potential. In which position there is the greatest potential energy؟ في أي وضع كان الطاقة الطاقة بتاعته عالية جدا، الطاقة الإيه؟ يعني عامل طاقة potential، طاقة داخلية عالية قوي. هتقول لي 2، أقول لك ليه؟ عشان ده أعلى ارتفاع، نطة عالية جدا. عارف أنت لما تيجي تطلع السلم طاقتك بتبقى عالية جدا، وأنت لما تطلع دور ال11 تحس ان جسمك سخن جدا، فكل ما تطلع ادوار اعلى كل ما تطلع ارتفاع اعلى كل ما طاقتك الداخليه هي البوتنشال تبقى اعلى. اوكي، يبقى مين في دول هاز جريتست بوتنشال؟ هتقول لي ايه؟ 2. طب ان ويتش بوزيشن، ممكن اكتبها لك هنا عشان برضو تبقى انت ايه معايا، هكتب لك هنا 1، ادي هنا 1. طب والتانيه هتبقى ايه؟ in which position there is the greatest kinetic energy؟ مين في دول اعلى kinetic energy؟ اعلى kinetic energy هتقول لي 3. يبقى الاولانيه 1 والثانيه 3. اوكي، وبكده يبقى احنا الحمد لله خلصنا المراجعة بتاعت المهام الأدائية. بإذن الله تبقى سهلة جدا عليك، عايز تراجعها تاني راجعها معايا، وعايزة تطمن هتبقى سهلة جدا وبسيطة. خد الورقة واقراها بالراحة، ولو في حاجة مش عارفها اسأل المستر أو الميس، وإن شاء الله تحلها كلها وتقفل الدرجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.